إذا اليوم كنظموا واحد الندوة صحفية باش نلونسيو لا كومبان ديالنا ديال الحد من ظاهرة الانتحار اللي هي حملة كنظموها للتحسيس ديال الشباب وديال البالغين بالنسبة لهذه الظاهرة ديال الانتحار اللي عندنا في المغرب. هاد السنة خلال الحملة ديالنا بغينا نحسو الشباب ونحسو الراشدين أن كاين واحد صعوبة عند الناس باش يعبروا على المشاعر ديالهم، خاصة عند الشباب. الشاب كيحس بالقلق أو كيحس بالحزن أو كيحس بالاشمئزاز أو كيحس بالغضب، ولكن ما كيعرفش شنو هو الإحساس اللي كيراوده. كاين واحد نوع من الاختلاط في المشاعر، وإضافة إلى هذا الإحساس أن الشاب ما كيلقاش المصطلحات، ما كيلقاش الكلمات اللي غيعبر بها على المشاعر ديالو. ومني هو كيحاول وكيلقى الكلمات وكيعبر على المشاعر ديالو، من جهة أخرى كاين واحد الشخص اللي هو بالغ، اللي هو راشد، يقدر يكون الآباء ديالو أو المؤطرين التقنيين أو بعد مرات علماء ديال النفس اللي كيعملوا معهم، أو بصفة عامة الأساتذة في المدارس إلى آخره. يعني جميع المحيط ديال الشباب كيلقى ناس اللي ما كيفهموش هذيك العبارات اللي هو كيستعمل، ما كيفهموش شنو القصد ديالو، ما كيفهموش أن من وراء هذيك العبارة اللي تقدر تبان لنا حنا شوية غريبة في الطور ديالها وفي الأسلوب ديالها. الشاب كيبغي يقول أنا راني كنعاني، أنا راني غضبان، أنا راني مقلق، أنا راني كنحس بالحزن، كنحس براسي حزين. إذا حنا حاولنا نديفلوبي وحاولنا نطوروا واحد الوسيلة اللي سميتها لاغو دي زيموسيون، عجلة المشاعر. وعجلة المشاعر الهدف ديالها هو أننا نربطوا ما بين الشباب وما بين الراشدين في التعبير على المشاعر ديال الشباب. إذا الشاب يقدر يستعمل هذه الوسيلة باش يتعرف على المشاعر ديالو، يعرف هو شنو اللي كيحس به، ومن يعبر على المشاعر ديالو بالأسلوب ديالو الخاص خاصو يلقى واحد الراشد من جهة أخرى اللي غادي يفهمه واللي غيتقبل قبل هاد المشاعر ديالو. ابتسامة رضا، الابحاث اللي كنديرو والعمل اللي كنعملوه بصفة عامة في الانشطة ديالنا مع الشباب عبر لا هيلب لاين ستوب سيلونس اللي هو خط ديال الدعم النفسي، وايضا الورشات التحسيسية واللي كنظموها في المدارس وفي الاعداديات وفي الثانويات، وايضا عندنا واحد لجنة الشباب اللي كنعملو معاها كل اسبوع اللي كتعاوننا باش نفهمو الشباب باش كيحسوا كيفاش كيعبروا على المشاعر ديالهم وشنو الواقع ديالهم المجتمعي، لان احنا كراشدين ما كنعيشوش نفس الشيء، دونك ما نقدروش نلمسوا هذا الواقع الا هما ما عبرولناش عليه. هذا العمل ديالنا مع الشباب بينا أن السبب الرئيسي في الانتحار عند الشباب في المغرب هو العزلة، هو أن الشاب كينعزل، ما كيبقاش يهضر، ما كيبقاش يعبر على المشاعر ديالو وشنو اللي واقع له في حياته. لأن المشكل اللي كيعيشو الشاب في حد ذاته ماشي هو مشكل يكون اجتماعي أو يكون مادي أو يكون معنوي أو يكون دبز مع شي واحد، المشكل هذا في حد ذاته ماشي هو اللي غيأدي به الانتحار. اللي غيأدي به الانتحار هو أنه ما غاديش يلقى شي واحد اللي يهضر معاه، اللي يخفف عليه، اللي كنقولوا حنا بالعربية يفوج عليه. المشكل اللي كان هو ما كايناش واحد اللغة مشتركة كومون ما بين الشباب وما بين الراشدين باش يعبروا على المشاعر ديالهم وباش يتفهموا هما المشاعر ديالهم ويقدروا يبارطاجيوها يشاركوها مع الشخص الاخر. لهذا بغينا حنا نلقاو واحد الوسيله باش يكون واحد الاسباس ان اسباس كومون ديكسبريسيون دي زيموسيون، واحد المجال مشترك للتعبير على المشاعر باش يكون واحد نقطه وصل ان شاء الله ما بين الشباب وما بين الراشدين.